صوفيا، يعني يمكن زي مروان قال الكلام من شويه ان احنا هنتكلم النهارده عن انواع التدخين والمخدرات، لكن ابدا معاكي على طول بالسجاير. طيب. معنى تفسير شراء السجاير في الحلم ايه؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بص، بيندرج تحت حاجتين، حد ليه في الدنيا وحد ليه في الدين. اللي واحد مثلا وحد بيدخن وحد مش بيدخن. تمام. لو انت يعني مش بتدخن وشفت ان انت سجاير من بعيد كده، فاعرف ان في مشاكل وكلام قادم. تمام. ولكن لو البني ادم ليه في ربنا بقى وسكه الله وشاف سجاير وكده، فمعنى كده ان في حد هيطلعه من طريقه المستقيم. يعني فليحذر في حاجه لسه جايه عليه.